أنا صباعي مدوحس بقاله 7 سنين ونفسي في لحسة مرهم طرميصين. ما هي اللحسة أنت بتلحسها على طول يا هلا. يا هلا سيبك من طرميصين والكلام الفارغ دي. أنا زي ما بقول لك كده، أنت هتطلع على الغد تجيب حتة طين وبعدين تحط عليها شوية جلي وتحط عليها شوية سباك وتحط فيها صباعك عشان الصوابع دي أهم حاجة اليومين دول يا عيال. إحنا من غير الصوابع ولا حاجة. تحط صباعك في الجلة وفي الطين لمدة 4 سنين هو هيقع لوحده. بعد كده جيلنا صباع تاني. ماشي يا بابا. يابا الفسافيس كلت وشي ومفيش ولا وحدة صحية في البلد كلها، هروح اتعالج فين؟ يا عاد وحدة صحية ايه؟ ولو في وحدة صحية ايه اللي يوديك الوحدة الصحية يا ولد؟ ولا اعمل ايه؟ انت تطلع على الفرنة اللي عندنا في البيت، ايه؟ الفرنة الفلاحي الحلوة دي تظبطها على 220، ايه؟ أعلى درجة حرارة، وتدخل دماغك في صنيج. ايه بالرقبه يا لي عشان بحب الرقبه. دخل دماغك جوه كده اهو في الصينيه وتشغل الفرن قد بتاع 100 يوم. ايه هي دماغك هتقع لوحديه هي والفسافيس ونخلص منك وهيبقى برضك بالمره اهو تحديد اسمه ايه دي تحسيس الناس. ايوه وانا عايزه اتجوز يابا. يا بنت انت صغيره على الجواز يا بيه، يعني انت تعرفي النعجة بتتجوز ايه؟ خروف. لا طبعا ما بتتجوزش خروف، بتتجوز عجل يا هبلي. اول ما تعرفي النعجة بتتجوز ايه هنظبطها. بقول لك يا ابو العيل، بقول لك اخد بالي من ايه؟ تاخد بالك كده وتركز مع العيال وتفك ايدك معاهم شويه احسن بصراحه، يعني الفلوس اللي بتيجي من القناي محدش يعرف عنها حاجه. ايه ده يا فاطمه؟ ما هو اللي بيجي من القناي على اللي بيجي بالحمار اللي احنا مأجرينه للسياحي كله بيتصرف عليك، وانت اللي كل شويه تجيب عيال تجيب عيال. اقول لك صباح الخير يا فاطني تحبالي، اقول لك مساء الخير يا فاطني تولدي، اقول لك سلام عليكم تجيب 2 بدأ. طب وانا اعمل ايه يا اخويا؟ وبعدين العيل عزوه يا ابو العيل. لا عزوه ايه؟ والله عزوه ايه؟ انا اعمل لكم ايه زياده عن اللي انا بعمله؟ وما انا بجيب لكم اللي بقدر عليه، وانتوا اللي طول الوقت عمالين تكتروا تكتروا تكتروا. انا مش قاعد لكم في الدار. انا مش في الدار، انا مش قاعد لكم في الساحه دي. لا يا ولدي وانا استنى يا ابو العيل. قومي يا بنت يا فاطمه، العيال دول ما بيحمدوش ربنا. ايوه مهما نعمل لهم وجايب لهم. يلا يلا هدتوا كده على طول ابوكم يكروتني. لو كروتنا ما يحكمش. وعلى رأي المثل ايوه. بقول لك ايه يا شيخ حسان؟ طلباتك يا عمدي. انا عايزك تاخد غفير طارق وتروح لاولاد ابو العيله دول وتجيبهم لي. عشان انا جات لي فكري مش عارف ايه هي. ربنا يستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى ادي انت وهو شباب العمدة عايزكم. وهيعوزنا في ايه العمدة داروخة؟ طب والنبي ما احنا رايحين. لا تجادل ولا تناقش واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. استغفر الله العظيم. يا جماعة الراجل ده شكله طيب والايمان هيبص من عينيه. وعلى رأي المثل تعالوا نشوفوا عايز ايه. اتكلنا على الله. يلا تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه يا اولاد مالكم متضايقين من ابو العيله في ايه؟ ابو العيله ده ولا بياكلني ولا بيشربني ولا بيجوزني ولا بيعالجني ولا بيلبسني. اطمنوا اطمنوا انا هلبسكم واحد واحد. انا عايزكم بس يعني تنبسطوا كده. انا هوريكم الخير كله. غفير طارق وزع المعلوم. ادعوا له نحن نحمل الخير للقرية كلها. تكبير الله.
بكره يا ناكر خيري تعرف زمان خيري من خير خيري. لحمة وسامني ادعوله ادعوله يعمل بيت ابوه. يا ولادي طلق يا ابو العيلي. طلق يا ابو العيلة. طلق يا ابو العيلي. اطلق دلوقتي؟ ايوه دلوقتي يعني ناو ناو. يلا واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اطلق فاطمه. فاطمه لا انت ناسي يا جنب العمدي، ناسي انا اول واحد في الكفر كلها اتجوزت، انا صاحب اول ضربه زوجيه في الكفر كلها. انا مش هطلق ابدا، مش هطلق يا جنب العمدي، مش هطلق مش هطلق. ايوه مش هطلق يا فاطمه. يا فاطمه طلقك يا فاطمه. انت يرضيك ان انا اطلقك يا فاطمه؟ انت ناسيه انت والعيال لما كنت بتحبوني، كنت بتغنولي وكنت بتقولولي ايه؟ ايوه فاكره يا ابو العيلي، ودي حاجه تتنسي يا اخويا؟ افطرنا افطرنا يوم ما جرعنا اللعنه معاك. افطرنا افطرنا يوم ما فرحنا كتبنا معاك. تنشزوا وانا ما بقولش حاجه. نسيتوا ده كله؟ نسيتوا ده كله؟ انا مش هطلق، انا مش هطلق، مش عشاني لا، عشان فاطمه وعشان عيالي دول. يا عم احنا عيالك وبنقول لك امشي. بنقول لك ارحل. فده ارحل يا عم. ارحل 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 يعني امشي. دي اها بودانك. الله ولادك هم بنفسهم بيقولوا لك ارحل. لا يا عم انت سامع غلط، هم بيقولوا ايه الحل ايه الحل، هم مش عارفين الحل ايه. يا ولاد عيب كده، ده مهما كان ابوكم برضو ابوني. ده احنا هنعصر على نفسنا لابوني. احنا اصلا ملناش اب. وبعدين خلاص احنا حبينا